الزواج مطلب من مطالب البشر كلهم، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له في الزواج سنن وآداب ومعاني تخلي الزواج هذا أحلى وأجمل وألطف وأنفع للإنسان ومفيد في الدنيا والآخرة. مقاصد الزواج عند الناس كثيرة، كل واحد يريد يتزوج لسبب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع المستوى في المقصد وفي النية للزواج إلى أبعد الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزواج فيه علاقة بيننا وبينه، قال لنا تزوجوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. تصور لما تتزوج أنت الآن تكثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح منك، تكون أنت سبب من أسباب المباهاة. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يباهي يوم القيامة على الأمم كلها، أنت تكون واحد من أسباب هذه المباهاة وتنال فضيلة وأجر هذه المباهاة الكبيرة. من أكبر مقاصد الزواج الستر، أنك لما تتزوج تنوي تستر نفسك، تعف نفسك، تستر مسلمة، تعف مسلمة. هذا بحد ذاته المقصد مقصد كبير جدا، في إصلاح اجتماعي كبير يدفع كثير من البلايا التي يشتكي منها المجتمعات الإنسانية. أهم شيء في الزواج كله على الإطلاق اللي تترتب عليه سعادة الإنسان الدائمة الجاية كلها الاختيار. الاختيار مهم جدا لكل شاب ولكل شابة. فيه إضاءات النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا إشارات وتنبيهات مهمة لازم تنتبه لها يا شاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن الإنسان ربما يتزوج للجمال فيكون الجمال هذا عالى عليه، يمكن يتزوجها لحسبها يروح الحسب ويمكن يتذلل بسببه، يمكن يتزوجها من أجل مالها فيذل ويفتقر بسبب هذا، لكن ذات الدين فيها بركة على الإنسان. نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه مرة مهم، قال إياكم وخضراء الدمن. إيش خضراء الدمن هذه؟ كلمة عجيبة، ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الجميلة في المنبت السوء. شوف إيش خضراء الدمن، يعني الشجرة خضراء لكنها وسط عفونات، تغذت بالعفونات، مثل مرأة جميلة لكن تربيتها تربية سيئة. انتبه. الجانب الثاني بالنسبة للبنت كمان تختار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. اللي عنده دين وأخلاق وأمانة يرعى حقك، يخاف الله سبحانه وتعالى فيك، إذا جاء اقبليه، اقبلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مهمة لازم نوقف عند هذه الكلمة، لازم كل واحد يسمع أصداء هذه الكلمة، قال إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه فعلا اليوم نحن اليوم نعرف إيش معنى هذه الكلمة وإيش معنى هذا الفساد الكبير. بسبب إيش؟ بسبب عدم الاهتمام بمرحلة الاختيار. لابد الإنسان ينتبه في اختياره سواء كان الولد أو البنت. من الأشياء المهمة قبل الزواج وفي الخطوبة اللي يسموها الشوفة الشرعية، أنك تروح تشوف اللي بتتزوجها هذه عند أهلها. ليش؟ هذه النظرة بالذات فيها سر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن تتزوج فانظر إليها، شوفها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. يعني شوف مثل الإدام، يعني أن يحصل بينكم ألفة. يعني هذه النظرة التي فيها الاختيار، إساءة الاختيار، يحصل سبحان الله تعالى فيها إما انشراح أو انقباض. المهور الثقيلة سببت للناس كثير من المشاكل. يعني كثير من الشباب، الشاب تعبان والشابة تعبانة وأبوه تعبان وأمه تعبانة وأهل البنت تعبانين. طب ليش متعبين نفسكم كلكم؟ يعني هذه مسألة عجيبة، كلهم تعبانين ومصرين أنهم يتعبوا أنفسهم. الإنسان لابد يعرف أنه الإنسان ما يبيع بنته، ما نبيعنا. لو الواحد بيقيم بنته بفلوس، أموال الدنيا كلها ما تسوى بنتي. لكن إذا كان الرجال مناسب
إيش فائدة الأموال الكثيرة؟ أنا أريد لبنتي سعادة، والسعادة ما هي في المال، السعادة أن الرجال هذا يحترم بنتي ويقدرها ويعيشها حياة كريمة. الوليمة والعزومة سنة في الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم في كل زواجاته كان يعمل وليمة ويدعي بعض الصحابة على قد الحال، فمرة أولا بشاه ومرة بأكثر، وبعض المرات كان ما عنده قدرة أنه يذبح شاه في بعض زواجاته، فجاب السويق هذا شيء من التمر والبر. ونحن علينا أننا إذا دعينا للوليمة أننا نجيب ونأتي ونفرح بفرح أخونا المسلم ونهنيه وندعو له. الدعوة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مهمة، اللهم بارك فيهما وعليهما وأخرج منهما الكثير الطيب. هذه الدعوة دعابها لمن؟ دعابها لبنته الزهرة وزوجها الإمام علي. لحظات الزواج ويوم الزواج يحتاج الشاب أن يكون أبوه أو أخوه الكبير قريب منه، البنت يكون تكون أمها أو قريبتها قريبة منها، وينصحوهم النصائح المهمة الحساسة اللي يحتاجوها في هذا اليوم. ليلة الدخلة كما يسمونها، ليلة يجتمع الزوج مع زوجته تحت سقف واحد، الساعة الأولى هذه ساعة سعيدة وجميلة وفرحة، فيها سنتين مهمة يحتاج الشاب لا ينساها. أكثر الناس في الساعة هذه أصلا ينسوا كل شيء، لكن الشاب الجيد اللي في هذه الساعة هذه التكة مهمة أنه ما ينسى السنتين، يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى شكر، لا ينسى ربه أنه هو ما وصل لساعة الزواج هذه إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، صلي ركعتين شكر. وأول شيء إذا رفع الستار عن وجه زوجته يضع يده على ناصيتها ويقول بسم الله، اللهم اجعلها ناصية خير وبركة، رابطة قوية جدا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا الحبيب: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا كنت أنت من النبي محمد ومن أهل الاتباع ستكون حريص وراغب في أن تتزوج وأن تنشئ أسرة محمدية طيبة، وتكون فعلا أنت من خصهم الله سبحانه وتعالى بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.